يسعد صباحكم عن جديد. اللي حنحكي ما تبلشوا فيه من اليوم، بلشوا فيه من بكرة. معلش من عندي خدوها 1/1/2024، استمتعوا فيها قدر الإمكان بالمأكولات والمشروبات. بفقرتنا الغذائية لليوم رح نحكي عن أبرز النصائح والخطوات يلي لازم ناخدها بعين الاعتبار لنكون بنظام غذائي صحي مناسب، ودائما نحقق الفائدة والصحة التامة لأجسادنا، ونعرف شو الطريقة الأمثل لنبلش فيها هالعام. تفاصيل وأجوبة كتيرة رح نتعرف عليها مع ضيفتنا اختصاصية التغذية داليا حسامو. صباح يسعد خير. صباحكم، وإن شاء الله ينعاد عليكم يا رب، إن شاء الله تكون سنة خير على الكل، ونقدر شوي هيك نعدل شوي من الأخطاء، يعني شوي نعمل تشنج بسيط كبداية يعني، وبعدين نعتمدوا لايف ستايل بحياتنا. إن شاء الله صباح الخيرات داليا، وأهلا وسهلا فيك. إن شاء الله سنة جديدة هيك تحمل لك كل الخير يا رب. إن شاء الله. لما تقلايت التوم والكزبرة شامتين الريحة تماما واصلة لعندي، ما شكله رح نعدل شيء. تمام، لذلك حطيتهم أنا هون استثناء من اليوم. لا بس التوم كثير مفيد، يعني إذا بدنا نحكي عن فوائد اللي تحت اللي عم تماما بالضبط على التقلاية. ايه تماما تمام. اكيد في كثير عناصر مهمه ولازم تكون موجوده بنظامنا الغذائي، وما لازم ننفيهم نهائيا من هذا أو النظام او نتجنبها او نتجاهلها، لانه صراحه عن جد يعني كثير في معتقدات. يعني هلا هيك حنحاول شوي نرمم، عم يصير في تخبيص كثير بالنظم الغذائيه اللي احنا عم نخترعها من عنا او عم نلاقيها موجوده على الفيسبوك. بالضبط. شلونك انت بالانظمه الغذائيه تبع الفيسبوك؟ تبع الفيسبوك حدث ولا حرج، كله صار اختصاصي تغذية، كله صار بده يحكي ببداية العام الجديد عن نصائح وأسرار وخطط، ولكن نحن بنرجع لأهل الاختصاص الموثوقين قدر الإمكان. خلينا نحكي عن مفهوم النظام الغذائي. تمام. يلي أنا بدي أمسكه سنة كاملة. تمام. أو لايف ستايل. شو اللي بيفرق عن النظام الغذائي اللي بعمله ضربة اضرب وهرب؟ تماما بالضبط. هلأ بالبداية لما أي حدا بده يقدم على خطوة أنه هو بده ينحف، فدائما الأشخاص بتلجأ للحلول السريعة مثل ما حكيت، مثلا أنها تعتمد على صنف واحد، أنها مثلا تعتمد بس على البروتينات مثلا. هلأ الكيتو أنا إلى حد ما بما أنه هلأ هو لسه ستيل تريند يعني، ولسه كتير عم بنحكي فيه، هو صحي لفترة محددة. أنا في كتير خطأ أنه عم بحس أنه عم بيعتمدوا لفترات طويلة. فلحد حتى أي شخص بده يمشي بنظام غذائي، أنا بنصح نصيحة واحدة إنه لا يحرم حاله من ولا صنف غذائي، لا يوقف الخبز، لا يوقف الرز، لا يوقف البطاطا. أنا بمجالي بعتمد على نظام السعرات الحرارية والكميات والنسب والجرامات، فهذا الشيء الأساسي. وأكيد أي حدا يعني ما حيقدر يعمله، ما حيقدر يعمل هذا الشيء لحاله. فنحن أول شيء الخط الأول أنا بدي أعرف قديش حاجة هذا الجسم للسعرات الحرارية، طبعا أكوردينج للعمر للجنس للفيزيكال أكتيفيتي، وكمان إذا في حالة صحية عنده هاي أنا بأخذها بعين الاعتبار. تمام. غير عن هيك نحن بدنا نحاول كمان نعرف إذا في مشاكل عم تسبب مثلا هبوط وزن أو زيادة وزن شديد أو تساقط شعر أو تعب أو وهن. فهذا الشيء كله بيصير بالأسسمنت سيشن. يعني لما أنا شخص بيجي لعندي بالبداية، أنا ممكن أنا الجلسة الأولى عم تاخد تقريبا معي 3/4 ساعة، هاي بس أسسمنت، هاي أنا بس دي أخذ القصة المرضية. تمام. فهو الموضوع أعمق من أنه أنا وقف خبز ووقف رز، هو موضوع أوسع من هيك بكتير. والحمد لله الحمد لله، يعني المرضى اللي عم يتابعوا معي عم بيحسوا بنتائج على جسمهم على شعرهم على بشرتهم، هو ما بس أنه أنا ينزل وزني على هذا هو الهدف تماما. يعني مبارح بالضبط نتيجة الأكلات يلي بتعرفي شو بصير براس السنة، ما في أكلة ما بتكون موجودة، فكنا عم نحكي عن فكرة النظام الغذائي. يمكن في بعض الأشخاص عم يفقدوا يمكن إيمانهم بفكرة الاختصاصي التغذية، لأنه في البعض بيقولوا لك إنه هذا النظام الغذائي يلا منوزعه على كل الأشخاص بغض النظر إنه هي شو شكل الجسم، شو الأمراض، شو القصة السريرية تبع المريض، ولكن لا هو 100% صح، وبتكون قصة مدروسة مثل ما ذكرتي 3/4 ساعة عم تعطي المريض حقه. تمام. لحتى تعطيه أنت بالمقابل الشيء المناسب لإله. تمام. مبارح تخبيص الأكل كان شغال كلياتنا بدون استثناء، القعد بالبيت واللي طلع سهر برا كان في هيك امبارح اعتبرت لهم يا شيتنج. انا صراحه انا قلت لهم من عندي خذوا فري قبل ما تسالوني. وقبله اسبوع العيد فالحلويات العيد والزيارات وهيك، فاكيد كمان كان في هيك تخبيص شوي بالاكل. نحن فينا من بعد كل هاي العجقه
نقول اليوم رح بلش بالنظام غذائي وبلش احرم حالي من بعض الاشياء؟ اكيد. هلا اليوم نحن بدنا نبلش نرجع نتوازن الى حد ما، بس انا كمان ما فيني انا مثلا والله اليوم اقعد على المي او اقعد بس على الخضره او اقعد على مثلا على صنف واحد مثل ما حكيت بالبدايه. انا بدي بلش هالشغلات هالتخبيصات يلي انا خبصتهم بالاسبوع الماضي، انا اعمل خلص انا اوقفه وارجع لنظامي الطبيعي، النظام الغذائي يعني فطور غدا عشاء صحي هيلسي سناكات هالقصص يعني مثل ما مثل العاده. تمام. بس اهم شيء الخط الاول باي نظام غذائي انه انا دائما ركز على الشيء الاورجانيك، يعني الشيء الطبيعي، خضره فواكه حبوب كامله بروتينات هالقصص كلها ما 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 وقفها. يعني مثل ما عم بحكي وارجع اذكر لانه كثير عم بلاقيها هلا صغره عم تمرق معي انه انا قطعت الخبز قطعت الكذا قطعت الحلو هي البندوره بتسمم بس الخيار بنحف مثلا، هي المعتقدات الخاطئه يعني نحن اللي كثير بنسمعها. لا، هو الموضوع ما هيك. هو الموضوع حصص وحريرات وجرامات وهدف يعني وصل له تماما بالضبط يعني. فموضوع انه انا احرم صنف غذائي على حساب صنف ثاني لا. وانا حكيتها سابقا بموضوع الرجيم الاحادي وقت حكينا عنه، انه حكينا انه نحن لما عم نركز انه نهارنا بس على الخضره، طب انا جسم شو عم يصير فيه؟ انا عم ضل اسبوع على الخضار بس، شو عم يصير فيه؟ يوصل لاخر مرحله هو داخ ووقع صار عنده فقر دم شديد ممكن يفوت بغيبوبه. صحيح. فانا هون ما عم بستفيد، انا عم باذي حالي، عم عذب حالي بالضبط، عم عذب حالي وبمل وبمل بالاخير وبقول ما عاد بدي لا دايت. ولو انه انا شفت على الميزان انه انا وزني نزل اوكي انا انبسطت، بس هي سوائل. تماما. هي سوائل. يمكن احلى شيء صار معي ب 2023 او من احلى الاشياء اني خسرت 15 كيلو جرام دهون خلال 6 أشهر دون ترهلات بنظام غذائي ذكي. سوائل ودهون. سوائل ودهون. سوائل ودهون. طبعاً ما فيني أقول بس دهون، ولكن الكل عم يشوفني نحفان وشك نحفان. لأن أساساً ورد أنت ما عندك هدول الدهون لحتى تروحهم. وشك نحفان وكذا، بس لا، هذا الموضوع مقصود كان. تمام. وفعلاً تتغير حياتك. تمام. ختاماً. إذا شخص بده ينزل وزن كمان، طبعاً عم يسألني كيف 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 على الإنستغرام جاوبكم. إذا بده يخسر وزن، شو لازم يعمل بخطة ذكية؟ شو المدى والحيز الزماني اللي بتعطيه كاختصاصية تغذية؟ هلأ ورد حسب كل كيس شكل. يعني لما شخص مثلاً بيجيني مثلاً وزنه 130 أو 140 تقريباً، هلأ أنا لما نحن بنعمل أول شيء ضمن الأسسمنت سيشن يعني ضمن جلسة التقييم، أنا بعمل لهم تحليل بنية جسم بودي أناليسز يلي هو الجهاز تحليل بنية الجسم بيطلع لك نسبة الدهون نسبة المي نسبة العضلات إلى آخره. فأنا بشوف قديش نسبة الدهون الأوفر عن الطبيعية، هاي اللي أنا التارجت بشتغل عليها. فهو حسب كل كيس شكل. بس هلأ مثلاً إذا صبية عندها مثلاً زيادة بس 10 كيلو مثلا، ممكن نحط لها تارجت شهرين مع رياضه، هاي معدل النزول الطبيعي. حلو. اذا بتنزل باسرع من هيك في مشكله، عرفتي كيف؟ اذا بتنزل اقل من هيك كمان في مشكله. فانا دائما بحاول نحن يعني بدراستنا نشخص نعرف شو الاسباب يلي هي عم تعمل عوائق، وهون نحن بنعرف نوصل للحل. تمام. هذا الموضوع جميل جدا، اكيد مهم نبلش من هلا بهذا النظام الغذائي ومن بدايه السنه لحتى ما نوصل لقبل عرس مدري مين بيومين ونقف لهدول العشاء ونحرم حالنا. بالضبط بالضبط. شكرا كثير لك داليا، سنت خير يا رب عليكي ان شاء الله. ان شاء الله يا رب وعليكم يا رب. ان شاء الله يا رب هيك باسابيع قادمه بناخذ انظمه غذائيه بقى مدروسه وتناسب كل حاله لمرضى السكري للحوامل للرجال للنساء الى اخره. اهلا وسهلا فيكي. شكرا كثير لاستضافتك. كل عام وانت بخير. شكرا لك بالف خير. مشاهدينا حلقتنا مكفية معكم، ورح نعرف توقعات الأبراج لسنة 2024